الواحد سعيد انتم موجود معنا النهارده في المؤتمر الصحفي. وبشكر كل الناس المسؤوله في نادي سيراميكا كليوباترا، من اول مستر محمد، استاذ طارق، مستر معتز، كابتن هيثم. الناس كلها من اول يوم كانوا عندهم ثقه الحمد لله في ربنا سبحانه وتعالى، ثم فيا ان انا اكون جزء من المشروع. واتمنى ان شاء الله اكون عند ثقه الناس في الـ في الـ في الـ في الفتره اللي جايه ان شاء الله. اللعيبه المتواجده كلها ان شاء الله في ثقه كبيره فيهم من قبل المسؤولين في النادي. هو في طموح قوي من المجلس الاداره واللعيبه كلها ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه اضافيه قويه للدوري ان شاء الله. وانا ان شاء الله يعني ان انا اكون جزء من التحدي ده، فده حاجه تبسطني. هو تحدي مش سهل، لكن ان شاء الله نكون عند حسن ظن الناس ان شاء الله. محمد، اكيد ما يخفاش على حد ان انت كنت قريب جدا من الانتقال للنادي الاهلي، الصفقه يمكن فشلت، هل ده عمل لك نوع من الاحباط شويه؟ خالص، لان بعض الحقائق اللي اتقالت ممكن ما تكونش صح شويه. ايه الحقيقه؟ لا، ما خلاص، انا الموضوع بالنسبه لي انا ما بحبش اتكلم على اي حاجه تخص الاخرين، ولكن كل واحد في كل مجال لاحترامه، وكل الناس لازم الواحد يحترمها. ولكن الواحد، انا دلوقتي النادي بحترم النادي اللي متواجد فيه، اتمنى ان شاء الله نكون نعمل حاجه ان شاء الله تكون اضافه للدوري المصري. فانا متواجد في نادي سيراميكا كليوباترا دلوقتي، كلامي كله هيبقى نادي سيراميكا كليوباترا مع احترام كل الناس. فان شاء الله اتمنى توفيق لكل الانديه، واتمنى ان احنا نعمل دوري ان شاء الله يكون دوري كده يكون استثنائي من القوه والحماس والمنافسه ان شاء الله. عن صالح لعيب كبير جدا، صالح كان لعب معايا طبعا في منتخب الشباب قبل كده، فصالح لعيب عنده امكانيات جامده جدا ان شاء الله. كابتن هيثم يقدر يوظف ده لصالح الفريق ان شاء الله. صالح يكون اضافه قويه، وان شاء الله نقدر اللعيبه المتواجده كلها مع صالح ونساعده وهو يساعدنا اللي احنا نعمل ان شاء الله حاجه ان شاء الله تليق باسم النادي، وتكون زي ما قلت لحضرتك اضافه للدوري المصري ان شاء الله. بالنسبه للمنتخب يعني كنت قريب جدا ولكن ما حصلش نصيب. وهفضل معاك كابتن حسام؟ لا، هو كابتن حسام ما كانش معايا شخصيا، ولكن ما حصلش نصيب. ان شاء الله انا هفضل اشتغل عليها، وان شاء الله يعني اتمنى ان شاء الله اكون اقرب وقت اكون موجود في المنتخب، واتمنى التوفيق لاي حد يكون موجود في المنتخب. بالنسبه لنادي الزمالك طبعا في اي وقت الواحد له طموح دايما اللي هو تكون متواجد في النادي، واتمنى توفيق النادي الفتره الجايه، والناس تكون تقدر اللعيبه المتواجده تفصل على بره الملعب وجوه الملعب.